أعمال راح تكون موجهة خصيصا حول المقاولة، حول الابتكار، وحول الحوكمة في هذا الميادين. راح نكون في هذا العمل إن شاء الله بالشراكة مع الكرياد، مركز الأبحاث الاقتصاد والتنمية بالجزائر، وكذلك مع لا فونداسيون كونراد ادينوار الالمانيه التي هي اون بارتناريا معنا. نتكلموا حول تجربه الستارت اب، لماذا بعد 20 سنه و 30 سنه تاع عمل حول انشاء المؤسسات الصغيره والمتوسطه وانشاء المؤسسه الصغيره في نطاق المقاولاتيه، حاولنا جينا اليوم باش نتكلموا على هذا الستارت اب، ما هو الدور تاعو في الاقتصاد الوطني.